السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. بما ان في ناس كتير جدا قاعدة تهبط في موضوع كورونا وبقيت بشوف بوستات الناس بتفضل تقول يا جماعة خلوا بالكم البسوا الكمامة والموضوع كله كدبة في كدبة وبيضحك علينا وبيضحك على عقولنا. النهاردة عرفت الحمد لله رب العالمين من مصادر موثوقة ومصادر مؤكدة ايه سبب انتشار اشاعة كورونا. عايزكم بس تركزوا معايا قوي علشان برضو نفهم، لازم كلنا نفهم، ما نمشيش ورا اشاعات، ما نمشيش ورا هبد الناس. ما ينفعش نبقى عقلنا كبير وناس فاهمه وكلمه تودينا وكلمه تجيبنا. احنا لازم يبقى عندنا وعي ثقافي للموضوع. فبعد شويه التحريات اللي عملتهم وسالت ناس مختصه في الصين صحابي، طبعا زي ما احنا عارفين ان الصين اكبر دوله بتنتج جيلي كولا. تمام. سنة 2018 و2019 عامل من العمال اللي شغالين في خط الإنتاج غفل، نام بالليل، وبسبب خطأ غير مقصود الإنتاج زاد بطريقة ضخمة جدا، لدرجة إن الشركة ما بقتش عارفة تودي كل ده فين. وخصوصا إن الراجل ده كان واقف على مكنة التصنيع بتاعة الجيلي اللي على شكل بطيخ اللي هي فيها نقط بذور دي، لأن هي مبيعاتها أعلى. المهم نجيب الموضوع شمال، يجيبوا الموضوع يمين، نحل الموضوع ازاي، هنعمل ايه. اجتمعت اداره الشركه طبعا، وطلع واحد شبه اللي عمل اعلان هوز من كام يوم كده، اللي هو بدل ما هنلفها كده لا نلفها كده، والفكره نجحت وهوز مبيعاته علت. فقال لك احنا لازم نعمل اشاعه ونروج اشاعه جامده جدا الناس تمشي وراها بخيالها. روجوا عن مرض كورونا، ومن هنا كلنا اكلنا الطعم. وبعد ما اكلنا الطعم قال لك بس الناس هتقعد اطول فتره ممكنه في البيت، ننزل بالجيلي كولا. يعني خلاص ننزل بالجيلي كولا لان هو هيتباع جدا، وزي ما انتم عارفين طبعا ان مفيش مدارس فالاطفال قاعده في البيت، فالجيلي كولا ما ينفعش يتقطع من البيت. وسبحان الله طبعا الموضوع نجح، وضربوا بقى ايه عصفورين بحجر. بقت الامهات والابهات يجيبوا الجيلي كولا عشان يلهوا الطفل فيه، ها، وبعد ما يلهوا الطفل فيه طبعا الزياده السكانيه تزيد. حصل ايه بقى؟ في اطفال، الاطفال كبرت هتاكل جيلي كولا. يعني ضربوا عصفورين بحجر، رموا جيلي كولا في السوق كتير بسعر قليل، بكره هيعوضوه بسعر غالي لان في اطفال جديده والاقتصاد بيعلى والدولار بيعلى، فهيعلوا السعر، وبعد ما يعلوا السعر يبقوا ضربوا عصفورين بحجر وكسبوا. وهي دي كانت قصه اشاعه كورونا. فيا ريت يا جماعه بعد كده ما نمشيش ورا الاشاعات، علشان في ناس بتكسب من ورا مليارات مليارات، واحنا بنعمل ايه؟ بندخل. انا طالع لي كرش وجلاب مش عارف اوديهم فين. يعني هم لو ياخدوا مني يعملوها جيلي كولا انا ما عنديش مشكله، ما مش هبقى متضرر، انما طالما اتضررت يبقى استحملوا خلاص، هفضحكم واعرف الناس انتوا ليه عملتوا الاشاعه. وشكرا، وان شاء الله استنوا الحلقه الجايه في هبده جديده.